السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد سليمان الهدلق، طالب في الصف الثاني الثانوي من دار التعليم الرياض من مدارس الرواد العالمية. أنا شاركت في عام 2021 في مسابقة المندليب الدولي للكيمياء وحققت ميدالية برونزية. شاركت في الأولمبياد الدولي للكيمياء في نفس السنة وحققت الميدالية الفضية. مع موهبة أنا تدربت بدءا من عام 2018، وخلال هذه الفترة إلى الآن قضيت إلى أكثر من 1250 ساعة تدريبية، خلالها قمنا بتعلم مادة علمية كبيرة وكذلك الحل عديد من المسائل. الفضل أول لله، ثم الوالد كان حريص على أن يدخلني أنا وإخواني في برامج موهبة من يوم ما حنا صغار. فأول ما أذكر أنا يمكن في صف الابتدائي كنت أدخل في عديد من برامج موهبة الإثرائية، أحدها كان برنامج موهبة العلمي اللي يقيم في مشكات، وأحدها كان برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات، وعديد من برامج الموهبة الأخرى اللي دخلت فيها، وكان الوالد حريص على أن يدخلني أنا وإخواني فيها. هذه كانت أول تجربتي مع موهبة. بعدين في عام 2018 دخلت برنامج الأولمبياد، وهي كان إلى الآن مستمر فيه، وبإذن الله راح أظل مستمر فيه إلى عام 2022. والله أنا أطمح أن في المسابقات الجاية أحقق ميداليات ذهبية، كون ذي المسابقة حققت برونزية وفضية، فبما أن في فرص ثانية أن نشارك فأطمح أني أحقق ميداليات أفضل. بعد التدريب في وسائل متعددة أنك تساعد نفسك أنك تشارك مثل هذه المسابقات، فالأسئلة المسابقات السابقة وكذلك الكتب اللي فيها شروح المادة العلمية متواجدة، فيمديك تدرس من الكتب هذه المتوفرة، ويمديك تحل الأسئلة السابقة حتى تتعود على طريقة الاختبارات، طريقة حل المسائل، حتى تصير مستعد أنك تشارك مثل هذه المسابقات. المدرسة ساعدتني عن طريق تسهيل مشاركتي مع برامج موهبة التي تتعارض مع جدول الدراسي، فكانوا يسهلون علي عملية أني أطلع من المدرسة أروح أشارك مع موهبة في دوراتهم والتقيات التدريبية، وساعدوني في تسهيل هذه العملية بشكل كامل. صرت إنسان أكثر واعي، صرت أعرف أشياء أكثر، تغيرت طريقة تفكيري ونظرتي للأمور اللي تواجهني في حياتي المدرسية في حياتي العادية ككل. طبعاً هو أنك تجي هنا في كاوس تقعد تعيش بالحالك تعتبر تجربة فريدة جداً، فكون الواحد يعيش بغرفة بالحالة ويروح يأكل وينام بالحالة ما مع أحد من أهله تعتبر تجربة فريدة، ولكنها بنفس الوقت مثيرة. يعني ما يمكن في البداية تحس بشعور من الرهبة، لكن مع الوقت تتعود، حتى يمكن تشتاق أنك تجي الكاوس تزورها أكثر من مرة. عشت حياتي العزوبية هذه في ملتقى الشتاء في عام 2018 وعام 2019، الملتقى الشتاء اللي كان بين هذه السنتين، وكذلك في عام 2019 في خلال تدريب المكثف اللي يقيم في الصيف في كاوس، وكذلك في عام 2021 تدريب المكثف الذي يقيم في الصيف هو تدريب ملتقى النخبة الآن حالياً فيه اللي يقيم في نوفمبر في عام 2021.